بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأته فأخذت بيده فقلت: يا رسول الله، ما نجاة المؤمن؟ فقال: يا عقبة، أملك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. قال: ثم لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأني فأخذ بيدي فقال: يا عقبة بن عامر، ألا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم؟ قال: قلت: بلى، جعلني الله فداك. قال: فأقرأني قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ثم قال: يا عقبة، لا تنساهن ولا تبيتن ليلة حتى تقرأهن. قال: فما نسيتهن من منذ قال لا تنساهن، وما بت ليلة قط حتى أقرأهن. قال عقبة: ثم لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأته فأخذت بيده فقلت: يا رسول الله، أخبرني بفواضل الأعمال. فقال: يا عقبة، صل من قطعك، وأعط من حرمك، واعف عمن ظلمك. وعن معاذ أنه قال: يا رسول الله، أوصني. قال: اتق الله حيثما كنت أو أينما كنت. قال: زدني. قال: أتبع السيئة الحسنة تمحها. قال: زدني. قال: خالق الناس بخلق حسن. من الأحاديث التي جاءت في فواضل الأعمال ما جاء عن عقبة ابن عامر رحمه الله، رواه الإمام أحمد في مسنده، حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. وفيه قال عقبة ابن عامر: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأته فأخذت بيده. كانوا يحبون إذا لقوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلموا عليه صلوات الله وسلامه عليه، فكان إذا جاء صلى الله عليه وسلم يبتدئونه ويسلمون عليه، وهو أيضا كان يبادر بذلك، وهو الذي يقول: وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فذلك كانوا يبتدرون من أعدل من يبدأ فيسلم على الآخر. فهنا يقول: ابتدأته، أنا بديت وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت بيده الكريمة صلوات الله وسلامه عليه. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت: يا رسول الله، ما نجاة المؤمن؟ ما نجاة؟ كيف ننجو من هذه الدنيا إذا أتينا يوم القيامة؟ ما الأعمال التي تكون لنا نجاة ننجو من هذه الدنيا بها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: املك لسانك، املك لسانك. ملك الإنسان لسانه، وهنا أمسك لسانه، وهذه رواية أخرى قال: أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك. فالإنسان يحفظ لسانه، كما ذكرنا في حديث الأمس، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. يبقى أول الأشياء لسان الإنسان. لسان الإنسان يتكلم في كل شيء، فإذا ملك الإنسان لسانه لم يملكه لسانه نجا العبد. لسان العبد لو إنه قاعد يتكلم في كل حاجة وقع في كل الموبقات فأهلك صاحبه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في الناس في النار على مناخرهم إلا حصائل ألسنتهم. حصيد اللسان، ما يحصده اللسان. لسان يتكلم في كل شيء، من معاصي، من صغائر، من كبائر، لغاية ما يوبق صاحبه في النار. فقال: املك لسانك، امسك لسانك، لا تتكلم في كل شيء، مش كل حاجة في قلبك تخرجها على لسانك. قلب الإنسان محل انفعال، ينفعل الإنسان، يتغيظ على إنسان. فلو أمسك نفسه قليلا هدأت هذه الشعلة التي في قلبه وانتهى الأمر، لكن في وقت اشتعالها لو أنه تكلم خرج منه السيء من القول، الرديء من القول، البذاءات من القول، وقع في معاصي الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم:
املك لسانك او امسك عليك لسانك، اذا غضبت اسكت وانتظر حتى يزول الغضب ثم تكلم بعد ذلك. ولذلك قالوا قلب الحكيم امام لسانه، قلب الحكيم امام لسانه، ولسان الاحمق امام قلبه، امام قلبه. كان الانسان الحكيم قلبه كالحجر امام اللسان، مقيد اللسان، مانع اللسان من الكلام، فهو انسان عاقل حكيم لا يتكلم، يمسك لسانه اذا غضب حتى يزول الغضب فلا يقع فيما حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى. انما الاحمق لسانه امام قلبه، كلما انفعل القلب خرجت هذه الانفعالات على لسانه ويعتذر او لا يعتذر، المهم انه قد وقع فيما يغضب الله سبحانه تبارك وتعالى. قال املك عليك لسانك، اي احفظ لسانك وصنه لعظيم خطره وكثرة ضرره، بألا تحركه فيما تعصي به الله سبحانه ولا فيما لا يعنيه. قال وليسعك بيتك، وليسعك بيتك، كأنه يقول لك بيت الإنسان محل أمنك ومحل أمانك ومحل عزلتك وبعدك عن الناس، كن في بيتك، ليسعك بيتك. الإنسان الذي يعتاد الخروج من البيت كثيرا يخرج إلى عمله، هذا لا مانع، أخرج تغدو إلى العمل لتأتي برزق الله سبحانه وتبارك وتعالى، ترجع إلى بيتك تستريح في البيت تعبد ربك سبحانه. إذا اعتاد الإنسان أنه ما بيثبتش في البيت، ما بيقعدش في البيت، يخرج للعمل في النهار ويرجع بعض الظهر مش عايز يقعد في البيت، يروح يقعد على القهوة، يروح يقعد في كذا، يروح يتمشى على البحر، يروح يعمل كذا، لا يسعه بيته. إذا قعد في البيت ضاقت نفسه وضاقت ضاق صدره ومش طايق يجلس في البيت. يا ترى هذا الإنسان هيكون حاله إيه؟ اللي بيته لا يسعه، لا يسعه بيته، يبقى لا يربي أولاده، الولاد بربيهم حد تاني، لا يدس مع أولاده، لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن منكر، يكون في بيت منكرات هو لا يأبه لها، يخرج إلى الطريق، اللي متعود ماشي رايح جاي سكع في الطرق، هيشوف إيه في الطريق إلا أن يرى معاصي الله سبحانه وتبارك وتعالى، إما أن ينكر هذه المعاصي وإما أن يسكت عليها، وهذا الغالب من أحوال الناس. لا يزال ينظر إلى هذه المتبرجة وإلى هذا العاصي وإلى هذا كذا حتى يقسو قلبه، صار القلب قاسيا. إذا رجع إلى بيته رجع تعبان عايز ينام، يقوم يصلي الله بالليل، لا ده تعبان مش عايز، انشغل في إيه؟ ضيع وقته في هموم الدنيا وراء هذا وراء هذه حتى ضاع العمر على ذلك. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وليسعك بيتك. إذا وسع الإنسان بيته، مكث في بيته، استراح في بيته، أتقن عبادة الله، أخلص لله سبحانه وتبارك وتعالى، علم أهل بيته، رأى ما في بيته من أشياء خطأ صوبها وصححها، وهداهم بأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى، لأمر الله دلهم، حفظهم كتاب الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان في بيته يعلم أهل بيته، إذا وسعه بيته كان فيه الخير العظيم لنفسه ولأهل بيته. إذا لم يسعه بيته خرج إلى الطريق، خرج إلى الملاهي، يبقى دايما أنا متضايق عايز أتفسح النهاردة، أنا تعبان عايز مش عارف، أنا كذا، شيء ورا شيء حتى يلهو الإنسان ويغفل عن دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. وهذا له، ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من اتبع الصيد غفل، من اتبع الصيد غفل. الإنسان اللي ما بيكفهوش بيته، كل شوية عايز يخرج، رايح اتفسح النهاردة، رايح اصطاد النهاردة، رايح في اللهو النهاردة، رايح شيء ورا شيء، في النهاية غفل عن أمر الله سبحانه. وهذا مشاهد كثير، تلاقي المجموعة من الإخوة احنا زهقانين الأسبوع ده عايزين نروح نتفسح، اجتمع مع بعض هنروح نصطاد مش عارف فين، هنروح نصطاد فين، وبعدين يسألوا بعد كده صلاة الجماعة حكمها ايه واحنا بنصطادوا، شيء ورا شيء. بقى يوم الجمعة، يوم الجمعة صلاة الجمعة حكمها ايه، جمعة ورا جمعة سايبين الجمعة ورا الجمعة، وإذا جاء أحدهم يصلي كان تعبان من الصيد يقعد ينام في صلاة الجمعة، له داري بالخطبة ولا داري بشيء. امتى يتعلم هذا الإنسان؟ إذا اعتاد أنه ما هو اليوم الوحيد اللي أجسته في الأسبوع يوم الجمعة، راح يتفسح اليوم اللي فيه عبادة الله سبحانه، جعله عيدا للمسلمين. من صلاة الفجر يبدأ الإنسان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، ويسمع لسورة السجدة وسورة الإنسان اللي فيها التذكير بهذا اليوم الذي خلق فيه آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام، والذي يكون فيه البعث، يكون فيه الجنة، يكون فيه النار، والحساب بين يدي الله عز وجل، فيتذكر من صلاة الفجر ذلك.
واليوم الذي فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه خطبة الجمعة التي يتعلم منها الإنسان ويجتمع مع إخوانه المسلمين في بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيها ساعة إجابة الدعاء، كل هذا يضيعها الإنسان بلهوه ولعبه، لأن اليوم الوحيد اللي بيستريح فيه يبقى مش لازم صلاة الجمعة، مش لازم أن يكون مع إخوانه، مش لازم لغاية ما يغفل عن أمر الله سبحانه. وكم رأينا من هذه الغفلة في إخوة كانوا صالحين وكانوا على خير عظيم، فلم يزالوا على ذلك حتى تركوا الجماعة وكادوا يتركون الجمعة ولهوا وغفلوا، وإذا بأعينهم ينظرون إلى النساء وينظرون إلى كذا، واللي معه زوجته لا تكفيه، زوجته عايز واحدة تانية وعايز كذا، نسوا بالغفلة باللهو بالبعد عن الله سبحانه. لذلك الحديث من النبي الحكيم صلوات الله وسلامه عليه يقول: وليسعك بيتك، إذا لم يسعك بيتك لا يسعك شيء، لا يسعك شيء. تخرج للناس تنظر لكل شيء، شوف الفيلا الجميلة دي، ياريتني عندي فيلا زيها، شوف القصر ده ياريت عندي كذا، تقوم تخرج تتحسر الناس عندهم وأنا ما عنديش، فتغضب لذلك ولا ترضى بقدر الله وترى أنك مظلوم وأن الله لم يعطيك ما أعطى غيرك. أما الذي يمسك عليه لسانه ويسعه بيته، هذا إنسان رضي بالله سبحانه وتبارك وتعالى، رضي بقضائه وقدره، جلس في تدبر وفي تفكر في أمر الله سبحانه. الحمد لله أنعم علي بكذا وكذا وكذا، لم يخرجني إلى الناس لأنظر إلى المعاصي وإلى الذنوب، فعل بي من الخير كذا وكذا، أن تمكث في بيتك إلا لما هو شغل، لأمر النفق على عيالي ولأمر صلاة الجماعة ولأمر معروف النهي عن المنكر، لغير ذلك بيتك أولى بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة رضي الله عنه: وابكي على خطيئتك، وابكي على خطيئتك. لو أن الإنسان مكث في بيته، جلس يوم يتدبر ويتفكر في الأمر، فيتذكر: والله أنا عصيت ربنا يوم كذا، أستغفر الله وأتوب، يا ترى ربنا يغفر لي ولا لا، ربنا غفور رحيم. يوم يتفكر، لو أنه انشغل مع الناس إمتى يتفكر؟ ولا يتفكر، ولا يكون على باله أمر دينه ولا أمر كذا، هو في شغل مشغول، هروح النهاردة فين، هنقابل مين دلوقتي، ورايا كذا، يشغل نفسه بشيء ورا شيء، آخر شيء يفكر فيه اذنوب اللي أنا عملته، إمتى أتوب إلى الله سبحانه، ما بيجيش على باله هذا الشيء. وإذا تذكر مع صديقي ولا مع غيره أمر التوبة وأمر الذنوب، يبقى حديث عارض كده. لكن اللي ماكس في بيته يتفكر في أمره، يقوم يكون وحده فيبكي من خشية الله سبحانه، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. عين بكت من خشية الله ما هوش البكاء في الجماعة، في الجماعة هو يساعد بعضنا بعضا على البكاء، نسمع الموعظة ويتأثر بعضنا ببعض، ولكن إذا كنت وحدك وذكرت الله خاليا ففاضت عيناك، هنا هذا الذي يريده الله عز وجل من العبد، لا يكون مع الناس، لا يكون في الغفلة، لا يكون في اللعب، وإنما يكون والإنسان وحده معتزل في بيته، يبكي على خطيئته، يتفكر في ذنبه، يخالط الناس في الشيء الذي لا يؤذيه فيه الناس ولا يؤذي فيه هو الناس. إذا وجد أنه لا هنضيع وقت مع الناس، الإنسان يكون وحده أولى. أغلق عليك بابك، أمكث في بيتك، أذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، بدل ما تضيع ساعة وساعتين وانت في الشارع بتتمشى مع فلان وفلان، كن في بيتك احفظ آية أو آيتين من كتاب الله سبحانه، خير لك من الدنيا وما فيها. يقول عقبة رضي الله عنه: ثم لقياني رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأني. المرة دي النبي صلى الله عليه وسلم اللي بدأ وسلم عليه صلوات الله وسلامه عليه وأمسك بيده رضي الله عنه. قال: فقال: يا عقبة، ألا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم؟ يعني هذه الكتب السماوية إذا جمع بعضها مع بعض، ما خير السور التي نزلت فيها؟ مش معناه إن قل أعوذ برب الفلق نزل هكذا في التوراة والزبور، لا، لهذه خير ثلاث سور نزلت، يعني كل السور نزلت في الزبور، نزلت في الإنجيل، في التوراة، في القرآن العظيم، إذا جمع كلها ما خير السور التي فيها؟ ذكر المعوذات. المعوذات. فقال عقبة رضي الله عنه: قلت: بلى، جعلني الله فداك. قال: فأقرأني قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. هذه خير ثلاث سور نزلت من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. ثم قال: يا عقبة، لا تنساهن ولا تبيتن ليلة حتى تقرأهن.
فقال لعقبة يوصي لا تنسى هذه الصور، لا تنسهن ولا تبيتن ليلة حتى تقرأهن. تتعلم من هذا الحديث أنك تقرأ هذه الصور بالليل، وجاءت أحاديث أخرى في قراءتها بالنهار، أنك تبدأ يومك بعد الفجر تقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، 3 مرات تقرأها يحفظك الله عز وجل من كل شيء. عند المساء تقرأ هذه الصور 3 مرات يحفظك الله سبحانه وتبارك وتعالى بها من كل شيء. عند النوم تقرأها أيضا 3 مرات ترقي بها نفسك، يكون عليك من الله عز وجل حافظ منه سبحانه. قال عقبة رضي الله عنه فما نسيتهن منذ قال لا تنساهن وما بت ليلة قط حتى أقرأهن. قال عقبة ثم لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأته فأخذت بيده فقلت يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال. هذه المرة عقبة لقي النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وأمسك بيد النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه يا رسول الله علمني شيئا. قال أخبرني بفواضل الأعمال، الأعمال منها أعمال الأعمال الصالحة ومنها ما هو أفضل منها، فقال علمني الفواضل، أفضل الأعمال إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عقبة صل من قطعك، صل من قطعك، وأعط من حرمك، واعف عمن ظلمك. فهذه من الأعمال الفاضلة، من العمل الفاضل الصالح صلة القريب، ولكن صلة من يقطعك هذا أعظم، هذا أفضل عند الله سبحانه. يبقى تصل قريبك سواء كان يصلك أو كان يدافيك. قال وأعطي من حرمك، يبقى إذا أعطيت المحتاج هذا شيء عظيم، إذا أعطيت من أعطاك يوم من الأيام هذا جميل، إذا أعطيت من حرمك يوم من الأيام هذا أعظم وأفضل كثير. فهذه الفواضل من الأعمال، أنك لا تعامل الناس بمثل معاملتهم، تتعب تتعب إذا نظرت للناس إن ده قسى علي يوم من الأيام، هذا أساء إلي في يوم من الأيام، هذا عمل في عمل في، كل ما مش هتعمل خير أبدا، مش هتعمل خير أبدا. ولكن الإنسان لما ينظر إنه ربنا غفور رحيم، ما العبد بيعمل قد إيه مع الله سبحانه، وربنا يعفو ويتكرم سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى زي ما ربنا قال لأبي بكر الصديق ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ألا تحبون ذلك. وقد أساء مصطح إلى السيدة عائشة رضي الله عنها وتكلم في عرضها بما قاله أهل النفاق، وكان ابن خالة أبي بكر رضي الله عنه، فأبو بكر أقسم ألا ينفق عليه، وإذا بالقرآن يؤدب أبا بكر وغيره ويقول له ربه سبحانه وتبارك وتعالى وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. إذا هنا أولو الفضل منكم وأولو السعة كأبي بكر وغيره لا داعي لأن يجازوا هؤلاء بأعمالهم، سيب المجازاة لله سبحانه وتبارك وتعالى. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. كان أبو بكر حلف أن مصطح ده اللي أنا بنصرف عليه بقالي سنين وهذا قريبي هو يتكلم فيه عرض ابنتي والله ما نحن نفق عليه مرة أخرى. فإذا بالقرآن يقول لا ما تحلفش ما تحلفش، ولا يأتلي لا يتألى لا يحلف لا تقسم على ذلك، لا يأتلي أولي الفضل منكم. فوصف أبا بكر رضي الله عنه بأنه من أولي الفضل وأولي السعة، لا تحلف على هذا الشيء. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أبو بكر يقول بلى والله أحب أن يغفر الله لي، ويرجع النفقتان على مصطح الذي آذاه في ابنته رضي الله عنهم جميعا. فالغرض أن هذا مصطح قريب أبي بكر وكان من أهل بدر وتاب إلى الله عز وجل، والله سبحانه أدب أبا بكر بهذا الأدب العالي العظيم، العفو عند الظلم أو عند المظلمة. وأعطي من حرمك واعفو عمن ظلمك. حديث آخر لمعاذ بن جبل رضي الله عنه قال يا رسول الله أوصني، قال اتق الله حيثما كنت أو أينما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، قال وخالق الناس بخلق حسن. كأنه أسم النصيحة مرة ومرة ومرة. فصاحب الحديث وهو معاذ رضي الله عنه يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أوصني، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. هذه أعظم النصيحة، اتق الله في أي مكان أنت فيه، ما تبقاش التقوى أمام الناس فقط ومن وراء الناس تقوم تعصي الله سبحانه، التقوى أمام الناس ووراء الناس، واستحي من الله سبحانه حق الحياة. قال معاذ يطلب عايز زيادة عايز أكثر من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها. أتبع أتبع يعني خلي وراها خلي وراها،
أتبعها. إذا وقعت في سيئة اعمل وراءها حسنة، تقول أتبعت فلانا فلانا، بعت فلان وبعت وراء إنسانا آخر. فكذلك هنا وقعت في السيئة الحق اعمل حسنة بعدها تمحو هذه تلك مع توبتك إلى الله، والله يغفر ويرحم سبحانه. قال زدني، طلب أكثر من ذلك. قال خالق الناس بخلق حسن، وهذا من أفضل ما يكون يتقرب به إلى الله عز وجل، حسن الخلق يرفع العبد درجات حتى يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في منزلة عظيمة. نسأل الله عز وجل حسن الخلق ومرافقة نبيه صلى الله عليه وسلم في الجنة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.